انت في النص قلت لي انه شغلك في الكاف وفي الاتحاد الافريقي لكره القدم، عايز استغل ده وابدا معاك اقول لك المشكله اللي حصلت الاخيره بين الاهلي والاتحاد الافريقي رايك فيها ايه؟ ايه اللي كان حصل؟ ايه الاهلي كان المفروض يعمل ايه او الاتحاد الافريقي كان المفروض يعمل ايه مع النادي الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا؟ بص حضرتك، هي مشكله ودلوقتي بتصعدها، فما يحقليش اتكلم في حاجه متصعده بتنظر. بس طبعا في ظلم وقع على النادي الاهلي. صحيح. اوكي. هو ده انا عايز اسمعه منك. طبعا كل عارف. كل عارف. مش حاجات اداريه. الكاف طبعا اكيد بيقر بالظلم ده، بس هم شايفين ان هو ده لخطا اجرائي ان هم بعتوا، واحنا بنقول لا، او مقدمينه في الاخر هيصدر حكم سواء ايجاب او سلب، سواء صح او غلط يعني بعد فتره وهنعرف. يعني سيبك من الحكم المسبق، احنا لسه هنستأنف. بس النقطه ان الكل عارف ان في ظلم وقع على النادي الاهلي. صحيح. مفيش خلاف ولو واحد في المليون. يعني احنا عشنا اجواء صعبه جدا. كنا في المغرب عشنا اجواء صعبه جدا. يعني صعب معاها انك تلعب ماتش بحياديه وبلعب نظيف فير بلاي يعني كان في يعني بدءا من الجماهير اللي ما جاتش ومنعوها والمدرجات اللي هم عملوا الحجز اونلاين وقفلوها على مصر، خلوا يعني برضو مش هتكلم، ما بحبش اعمم اقول المغرب. يعني لا طبعا المغرب دايما عندها حسن الضيافه بكل بالزبط. البعثات المصريه في كل الالعاب بصراحه، عشان الشعب المصري والشعب المغربي اخوات وما فيش اي مشاكل ما بيننا. طبعا طبعا بس هي طبعا يعني دي الملابسات اللي حصلت ولازم نتكلم فيها. يعني انتوا بقى وانتوا داخلين المباراه تاثرتوا نفسيا؟ الامور دي اثرت فيكم ولا انتوا كنتوا قافلين ودانكم؟ لا احنا طبعا اكيد عارفين، اكيد عارفين. بس هو طبعا احنا كان في نيه ان احنا ان شاء الله نرد في الملعب واللعيبه كانت جاهزه، وبعد كده ما حصلش توفيق. كنت عايز ترد في الملعب؟ طبعا كنت عايز نرد في الملعب، بس الاجواء فعلا ما كانتش مساعده. يعني بدءا من الدوشه كانت، ما مش عايز اتكلم فيها. بس المباراه لما بدا الدكتور عمرو حسيت ان الامور بقت عاديه، يعني انتوا ما حدش مسؤول. طبعا في هدافات وصوت عالي وفن الماتش مش اول ما يبدا الماتش اعداده من وقت ما جينا. طب احنا رحنا لسه ايام بدري. كانت الظروف صعبه جدا، كانت الاجواء صعبه جدا. طيب.